النهاردة هنتكلم عن عينات الزيت وأهميتها كجزء مهم من الصيانة الوقائية. بيعتبر نظام فحص عينات الزيت بشكل روتيني من أهم الطرق لتشخيص حالة المعدات، لأنها الطريقة الأكثر بساطة وفعالية. بنرصد نسب التآكل والحالات الغير طبيعية للمعدات، بتدينا الإنذار المبكر لأي خلل أو توقف مفاجئ قبل حدوثه. بنراقب حالة الزيت ونحافظ على نظافته من الشوائب اللي بتأثر بشكل مباشر على كفاءة وعمر الزيت. إيه هي الخطوات والإجراءات الآمنة لعينات دقيقة؟ أول حاجة بنتأكد من عدم التلامس مع الزيوت الساخنة أثناء عملية أخذ العينات بطريقة مباشرة. نتأكد من نظافة المنطقة المحيطة بالعينة وعدم وجود ماء أو رواسب أو أي ملوث كيميائي. أخذ العينات بطريقة خاطئة بتعطي نتائج غير صحيحة، بتأثر على قرارات الصيانة وتزيد من تكلفتها. إيه هي أدوات سحب العينات؟ بمب السحب، ولابد من توافر بمب زيت لكل فئة من الزيوت. خرطوم جديد للسحب بطول معيار الزيت لكل معدة. يستخدم الخرطوم لمرة واحدة فقط ولا يستخدم مرة ثانية تحت أي ظروف. ملصق ورقي لكتابة المعلومات الصحيحة عليه. البيانات على الملصق من أسهل المراحل، ولكنها من أهم المراحل، لأن البيانات الخاطئة على الملصق مثل اسم الزيت الخاطئ تعطي نتائج غير صحيحة. نيجي لأماكن سحب العينات. الاختيار الأول والأصح هو مكان السحب المحدد على المعدة من الشركة المصنعة. الاختيار الثاني هو معيار الزيت. الاستفادة من فحص عينات الزيت للمعدات هي متابعة دورية لنتائج العينات الصحيحة لتحديد حالة المعدة والوصول بها لأطول عمر وأعلى مستوى من الكفاءة، وده بيساعد على تخفيض تكلفة الصيانة. Engineering Solution Campaign 2022. That's our way to success.